طالع فرجي موهبتي وحغني من قلبي. مش مصدق أمتين أصل على المسرح وغني قدام ثلاث مدربين كبار وحقق حلمي. لك الجمال يا حياتي انت يا حياتي. كبرني. صدق ما صدق مش هم راح الوقت قلبك إلك خليه وقلبي بإيديك حرق. صدق ما صدق مش هم راح الوقت قلبك إلك تامر روق شوي. انت واكل شي حاجة تامر؟ واكل شي حاجة. احنا مش هقصر عليه والله، بس انا هطلب منه طلب. بس تعالى تعبني الروقان اللي انت فيه ده. تفضل تقعد على الكرسي وتختار اللي انت عايزه. مش هقصر ولا هقول اي حاجة. هو هيختار مين اذا قاعد على المايك؟ براحته، هو براحته. تفضل يا استاذ. هات لو موقف قدامه انا لنشوف اذا اوكي. قبل ما تختار مبسوط؟ طبعا. احنا هنا ثلاثه نجلس لما نسمع موهبه مثلك ننبسط بشكل فظيع طبعا. شكرا. والجمهور فرحان معك، وانا اللي يعجبني الثقه انه كيف على المسرح ريلاكس